مويه نظيفه ما شاء الله، وصحه وعافيه. طب المويه النظيفه دي، المويه عندنا في المشروع هي عباره عن ترعه بنشرب منها الانسان والحيوان. يمشوا في نصهم، يمشوا معاي، يملوا معاي، ونجي نملى زيرنا في البرميل، نعمل حاجه ونفطر. يعني ما نقدر نعمل به، بس هاي نعمل به، نعمل شنو؟ ما فحل، ما فحل، هاي نطبخ به ونشربه، بعد مرات نعمل فيه الرواق وفيها كل شيء. يعني المجر الرئيسي ده بجيب أكرمك الله حيوان ميت بكل التفاصيل. They used to drink this type of water directly from the canal. After the rehabilitation of the treatment plant, now they're getting this water. So the difference is very very clear. اليوم ديكا وأول مرة نشوف لنا موية بيضة كده. استفدت أي شيء. يوم دعنا نغسل العدة، ما كنا نلقى موية نغسل العدة، نشد وسخان، أي حاجة تحس تغيرت أي حاجة. يمشوا الزمن ينتهي فيهم، يمشوا الموية، ينقل الموية، النهار تنتهي، يا الأم تمشي يا الأولاد ما يبرو. وزمن فيه ما شاء الله، زمن ما فرق لهم للقراية، يمشوا الموية النظيفة تعني لي كل شيء.